إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتضغطوا زر الجرس. أهلاً. أهلاً وسهلاً. أنت فيك ضحكة من البداية. إحنا على طول نضحك من وقت ما تقابلنا. هلا لطيفة. مرحبا بك يا أنس. بصراحة كيف حالك؟ لباس بكل الصراحات اللي في الدنيا الحمد لله بخير الحمد لله. شو يعني بكل الصراحات في الدنيا أنت بخير اليوم؟ معناتها بكل من نجم الرد كان بصراحة. فأنا عم فاين، أنا بخير، نحمد ربي برشا في كل هالوضع اللي قاعد صاير في العالم كله. حاسة بروحي لباس الحمد لله، نحمد رب العالمين على كل شيء الحمد لله. فلطيفة في هالفترة كويسة مش كويسة؟ ممتازة. مضغوطة شغل كثير؟ أنا على قد ما يزيد الشغل على قد ما انبسط بكون كويسة أكثر. انبسط ليه؟ لأني بكون أسعد واحدة في الشغل بكل المشاكل اللي ممكن تحصل، لكن I'm fine الحمد لله. تمام الحمد لله. اللي ضحك تونا يا سنقول ان احنا نعرف بعض من سنين، يمكن 6-7 سنين ولا مره شفنا بعض، بس من السوشيال ميديا اول مره نتقابل. اول مره اليوم. صح. حلو. زين، لو عندك شنطه وتحطين فيها كل مشاعرك وانا اخذت الشنطه وفتحت شوي القى فيها، أقول لك حاجة تلقى فيها برشا حاجات. كل المشاعر اللي ممكن تخطر في بالك وتخطر في بال الناس، وممكن اللي ما تخطرش في بالهم تلقاه. ده باش نسمي لك، باش نعمل ليستة كبيرة. شو الأشياء اللي ما بنلقاها عند الناس؟ بهالشنطة من مشاعر، يعني مشاعر لطيفة. الندم مش تلقاه، تلقاهش عندي. انه عدم الرضا على الحياه، لا، هذو الحاجات لا يمكن تلقاها في حياتي او في الشنطه او في كما تحب في مشاعري. يعني انا انسانه محبه للحياه، نحب ربي برشا، فبالتالي برضى بكل شيء يعطيه لي ربي، واحاول ان انا اطور كل شيء يعطيه لي لصالحي. اعطاني صوت لازم اشتغل عليه، ادرس عليه، اتمرن، اتعلم، اسمع. اعطاني صحه أحافظ عليها، ألعب رياضة، أكل صح، أنام صح. أعطاني أهل أحضنهم بكل ما عندي من حب. أعطاني أصحاب أختار منهم الكويسين ويقعدوا معايا مدى الحياة، وهذا اللي صاير في حياتي. فهاي المشاعر كلها عرفت حلوة وفرحانة بيها ونحمد رب العالمين عليها برشا. شفت علاش نضحك أنا وياك؟ طفولتك كيف كانت؟ أعرف أنتوا عائلة كبيرة. يا طفولتي كانت تهبل. بمعنى أنا محظوظة بأهلي، بأمي، بأبويا، بإخواني، بإخواتي، ببلادي، خطر أنا تربيت طفولة تونسية بحتة. بمعنى من وانا صغيرة غنيت، عمري 3 سنين مثلا، يعني من الحاجات اللي ما تولدتش في عائلة ارستقراطية غنية، لا 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 لا. احنا عنا في تونس وان شاء الله نحافظوا عليها اللي هو الطبقة المتوسطة. انا متربية في عائلة المستوى العيشة فيه متوسطة، لكن عائلة ذكية، محبة للحياة، محبة للعيلة. نتجمعوا كل أسبوع في دار بابا، خاطر أبوي أكبر واحد، نغنيه، نمثله، في منهم اللي يرقص. أول ما بدأت بين عندي الموهبة خذوني هزوني للإذاعة والتلفزة التونسية، صارت الإذاعة والتلفزة التونسية تجي تأخذني لبيتنا وتوديني وتجيبني. أمي نمت فيا برشا الموهبة، كل يوم أحد
أنس اللي هو يوم الأجازة واللي صار في دبي توا أجازة نهار الأحد والسبت، أنا مكيفة مبسوطة عليه. كل يوم أحد أخواتي في الدار إحنا ما نسمعوش الراديو عادي، لا بنسمع بوبين ريل، عارف الشرايط، شرايط الريل. صنباتي، زكريا أحمد، كلثوم، وهذا الكل نقول لك إحنا مستوينا ما إحناش قصور ولا ديار، حياة عادية جدا. طفولتي فيها برشا حاجات حلوة نحمد ربي عليها الحمد لله، لأنه أعتقد أنه أمي والبيئة متاعنا كتونسية وكالبيئة المجتمع متاعنا نمى فيا حاجتين مهمين برشا، احترامي للفن وانفتاحي على الثقافات الأخرى. يعني تونس مثلا من البلدان اللي من زمان من واحنا اطفال، يعني يهزني خويا ونمشي نتفرج على داميس رصاص مثلا يغني في قرطاج، على جيمس براون، على جوجوش، على فنانين كبار، عرفت؟ فهذه هي البيئه، هذا هو الطفوله اللي انا تربيت فيها يعني. واجمل ذكرى من الطفوله مع الوالده؟ مع امي. اي واحده فيهم؟ مش فاكرة. أعطيني واحدة تطلع في مخي. أمي بوزينها محليها، نموت عليها أمي. حبها برشا أمي. أمي سيدة قوية جدا، يعني أنا مثلا لا عندي برشا ذكريات مع أمي وقفت لي فيهم وقفات خلتني واقفة تو على ساقية. يعني وأنا صغيرة كنت ضعيفة عود، فنمرض ديما، يعني دايما زوري تعبان، دايما لوزي ملتهبة، دايما مش عارفة تاخذني، هي اللي تعالجني، هي اللي توديني المستشفيات، هي اللي توديني للدكاترة، هي اللي وهي اللي تحفزني باش نكمل نغني، ندخل كونسرفاتوار، نمشي نتعلم عند سي علي سريتي. يعني كان دايما السند الروحي اللي ورايا هي أمي. عندي برشا برشا ذكريات مع أمي، برشا برشا. مثل أعطينا شيء حلو. حاجة حلوة؟ لا مثلا مرة مثلا أنا مرضت وكنت مضطرة بالذات بعد ما توفى أبويا عشان أعيش أخذت 40 حقنة. أوف. 40 حقنة عشان أعرف سيرفايفر، يعني إني نجم نقف على ساقية. أمي هي اللي وقفت معايا. أمي وأنا صغيرة كنت دايماً ولحد الآن، يعني إذا عندي رقابة في حياتي فهي أمي في كل شيء، في الأغاني بالذات لازم تسمع الأغاني قبل ما يهبطوا. كنت دايماً وأنا صغيرة نجي نغني ولا حاجة نعمل روحي فالحة، يعني نحب نقعد معاها شوف اش تطبخ، وجايبة الست اللي قعدت الله يرحمها خالتي علجية كان اسمها اللي تساعدها في التنظيف وفي الطبخ وهكا، فأنا نعمل روحي أقلد منيرة شوية، يعني أني أنا ليش لا أتعلم أطبخ وأنا فاشلة جدا في الطبيخ يعني. فتقول لي لا أنت ابعد على الحكاية هذه، أنت غني برك وسمعيني. نقعد نغني لها لسمهين، لصليحة، العليا، أم كلثوم، فيروز، وهي تصلح لي لو أنا غلطت، هي تصلح لي، هذه أمي. وقريت لطيفة أن هي ما تقرأ، كانت أمي لا تقرأ ولا تكتب بس صح. تساعدش في الدراسة. مزبوط. جميل قديشها رائعة. وإحنا أطفال ما تعتمدش على المدرسة تقول لي لا يلا تعالي أقري، تشد الكتاب باب شباك حاجات بسيطة. أنا نقرأ مثلا وهي تخزر لي تطلع فيا معناتها، فأنا ديما خاف من أمي، معناتها نعمل لها حساب. بابا كان الله يرحمه حنين كذا، أمي صارمة والحمد لله أنه أمي كده. أنا طلعت لأمي، أنا وأخواتي البنات طلعنا لأمي صورة منها، أنه كل شيء في وقته، كل شيء تعمل لازم، الواجب واجب الكذا، يعني فما في البيت يقولوا لي ست اللواء،
تسميني ست يعني اصحابي لانتي ست اللي وانا عايشه زي الجيش يعني عرفت. فبعدين لما بدينا نكبر هكا ف جيت مره بعد ما توفى ابويا كان في ورقه امي لازم تمضيها بعد فتره. فجاء حد جارنا مش فاكره قال خالتي فاطمه الورقه هذه لازم تمضيها. شدت القلم امي وعملت هكا من غير حتى ما هذا خزرت لها وقتها وعيت انه امي لا تقرا ولا تكتب. وقتها اتفطنت انه امي قلت لها امي انت كيفاش تعلم فينا في القرايه واقرا وغدوه امتحان وهكذا معناتها بحده معي وانت كيف قلت لها كيفاش كنت تعرف امي صحيح ولا مش صحيح. قالت لي لما نخزر لعينيك وانت صغيره نفهم اذا كان انت قايله صح واثقه من كلامك ولا لا. عجيب هذه امي. والذكرى حلوه مع الوالد الله يرحمه ابويا الله يرحمه. بابا توفى وانا صغيره يعني عمري داخله على 13 يمكن. من احلى الحاجات اللي انا عرفتها وتربيت في دي مع بابا ابويا كان فاقد اطراف صوابعه من الحرب. من الحاجات اللي عرفتها فيما بعد بديت نكبر انه ابويا كان اشترى كاميون احنا نسميه الكاميون يعني اللوري الكبير العربيات الكبيره هذيك وكان ينقل المحاربين التوانسه لبنزرت. بنزرت تبعد على العاصمه على مكان اللي احنا فيه 60 كيلو باش يهز الجنود يحاربوا ضد الفرنسيس. ابويا الله يرحمه كان رجل عظيم جدا 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 جدا. وديما نظرتي لما نخزر البابا نشوفه بلبس الجيش يعني. فانا بالنسبه لي حتى ديما نقولها واصحابي يقولوا لي لا انت غلطانه نقول لهم اتمنى في حياتي في عالمنا العربي انه يعلموا الاطفال الجيش من هم صغار بنات وشباب لانه بحس انه سند كبير جدا لاي بلد. هالحكايه يعني هكا رايي انا. ذكرى ما اعطيتيني بس ذكرى معينه مع بابا. انا في بابا كنت دلوعه ابويا ديما في حضنه قاعده ونغني له هو يشرب سواجر نقعد نعمل له هكا خاطرين ما نحبش السجاير ابدا ابدا. فكان دايما يخليني اغني وفي حضنه. وكانت علاقتنا اكثر مع امي. ابويا كان حاسم بالتوقيت في الدار كي يجي يقعد يحضني انا اكثر من اخواتي خاطر انا صوتي حلو وخاطر انا ضعيفه فدايما بتعب لوزي تتعب وكذا فدايما محتضني يدلعني يجيب لي شوكولاته يجيب لي ندر شنو اكثر من اخواتي. اللي سمعته ان موته موت فجاه ابويا الله يرحمه عمره 13 سنه. كيف وحده في عمر 13 سنه تعاملت ويا موت فجاه خصوصا لبطل الحياه يعني؟ كانت قاسيه برشا. انت مصره اني انا نبكي معناها؟ شفتوا اسالته ديما لازم. كانت صعيبة برشا الله يرحم. شوف صار لها كم سنة لكن الواحد كل ما يتفكرها يتعب بس اتس اوكي هذه الدنيا. كنت بلعب انا وصديقتي كان رمضان عشان كذا انا كل ما يجي شهر رمضان اخاف ما اعرف ليه بحبه بموت فيه كشهر عبادة طبعا ولكن خاف منه برشا لاني تصدمت وانا صغيرة. كنت بلعب انا وصاحبتي في بيتهم جنب بيتنا بيت جنب البيت يعني وسمعت اصوات كده في بيتنا فركت اجري لقيتهم بتبكي واخواتي بابا مات في الشغل حادث شغل. فانا قعدت سنوات انس كل ما سافر كثير قعدت
نقول يمكن نلاقي أبويا هناك. يعني ما استوعبتش إنه هو راح. خلاص نغير الموضوع، أنت ليش خليني أبكي؟ ها؟ أوكي الحمد لله. بس أنا فخورة بيه، يعني فخورة بأبويا جدا فوق ما تتخيل، جدا. ربنا صحيح. فخورة بإخواني، عندي 5 شباب، كل واحد منهم يمكن أول مرة نقول لهم هالكلام. فخورة بيهم جدا لأنهم شرفاء نظاف، يخافوا ربي، محترمين، الحمد لله. عمرهم قد ما تحايلت معاهم امان يجي يخدموا معايا، اذا نعملوا كذا، عمرهم حد فيهم ما قال اختي فنانة نعمل كذا. هذا كله تربية ابويا وامي طبعا. الحمد لله. الحمد لله. تشو؟ يا ريت. ياما قلت لك يا انس عشان خاطري ما تخلينيش ابكي، وبرضه بكيني. هو سالته كده. شكرا. انا اسال بس. تسال وانت ابكي. بس الجميل انه لطيف. انا الناس وايد يسالوني هل انت وراء البكاء؟ لا، انا وراء الانفتاح العاطفي. صح. الحين حد يكون منفتح عاطفيا مع دموع ولا بدون دموع كيفه. صح. بس جميل البكاء نعمه. مش قلت لك تلقى في الشنطه مشاعر ممكن ما تلقاهاش في بقعة. فاهم؟ مشاعر من ضمن الشنطه، لانه هي مشاعر متخزنه داخل الواحد. قد يراها في فيلم، يشوفها، يحسها، يتصورها في غنوه، يشوفها في دراما، يشوفها في حاجه، لكن لما حد هكا يسالك فيها وكل بهذا اكيد تطلع. تطلع المشاعر، خليك تطلع عادي. تعرفين شو اول شيء نقطة البكاء والدموع؟ احسها من معجزات والنعم اللي الله يعطيها فينا نحن. ترى الدموع طبعا تساوي ضغط. صح. مجرد ما انت تصيحين من الفرحة ولا من الحزن يروح. طلعين هالضغط. مضبوط. مليون المية معك. بس نحن لازم نثقف اولادنا ومجتمعاتنا انه عادي. شو المشكلة يعني الياهل الطفل يصيح اظن 16 مرة في اليوم. صح. عشان يعرف يعبر. نحن نكبر ونبدأ هال 16 يستوي 10 8 6 0 وما نبكي ونكتم. ويمكن من أوحش الحاجات إنه يربيه إنه الرجل لا يبكي. عليه خليه يبكي، بالعكس ليش لا. انت عارفين شو اللي غريب؟ انت وضيوف كثيرين كيف نحن ما نتعود على فقدان الحبايب مهما العمر يوصلنا. صح والله. هالشيء اللي أقول سبحان الله، شخص راح من 30 40 50 60 سنة اتكلم حد ينكسر ليحين كأن الشخص موجود. لا، وحاجة صار لها سنين الله لما تيجي سيرتها خلاص تحس انه، وهذه نعمة من ربي سبحانه انه فعلا يخليك تطلع هالطاقة، تبكي، ترتاح، راحة، بكى راحة طبعا. وبعد انت قلتي ليش بعد النقطة؟ مو بس عشان أبغى أعرف عن شخصيتك وقصتك، ولكن الناس لازم يعرفون أن موت الفجأة صعب. طبعاً. وفي مرة قريت لطيفة ولا سمعت بالإنجليزي قال you are one phone call away from falling to your knees. تكونين في حفلة وتغنين وأنت فرحانة إن شاء الله عرس. صح. one phone call and we are down. في دقيقة. يخوف بس الحياة شي. هي هذه الحياة، واللي ما يؤمن انه هاي هي الحياة يتعب. لازم يحصن نفسه بهذا الإيمان، انه بداخله إيمان قوي انه على فكرة ما فيش حتى تك دي ما تكملش، تك الروح راحت عند خالقها. تمام. لازم الواحد يتعامل على هذا الأساس في الحياة مع الناس بربه طبعا، صلاة وعبادته وكذا، معاملاته مع الناس، مع الدنيا، مع الغريب والقريب، يعني الاثنين. يعني حتى لو حد غريب عنك لازم معاملتك تكون حلوة، لأنه كله رايح مش دايم فيها ولا حاجة خالص. وما دام موجود اشكر النعمة. مش اشكر النعمة واستمتع فيها. مثلا ذاك اليوم كان عندي ضيف، قلت له بالانجليزي قلت له how are you really doing؟ قال لي blessed because 150,000 people died today and I wasn't one of them.
ما شاء الله. بس شوفي الطريقة، قال إن 150 ألف أصلاً، رحت على جوجل وشيكت معدل الوفاة يومياً في العالم 150 ألف. لو نحن مو بواحد من هال 150 ترى الحمد لله. ستوقع أكثر بهالأيام اللي فاتت. شيكت يمكن عشان الكوفيد وشي أتوقع. عشان الكوفيد، عشان الحروب، عشان التهجير، عشان برشا حاجات، برشا ناس ده ماتوا. هذا الموت الفعلي، ولكن في ناس تموت قهراً. صح. وفي ناس تموت حزناً، وفي ناس تكون عايشة لكن هي ميتة دخلها. صح نعمة. عنا أهلنا ما دامهم موجودين الحمد نعمة لله. كل يوم الحمد نشكر لله. الله ودائما نقول نتذكر الموتى بمحاسنهم والذكريات. صح. الحلوة تحتفلين بذكراهم، بس هل تقدرين تسوينه؟ أحلى شيء. بس ما عندكش حاجة أخرى تعملها غير أنك أنت تؤمن أنه كله ماشي. لطيفة، تشتغلين عشان تعيشين ولا تعيشين عشان تشتغلين؟ أشتغل عشان أعيش ولا أعيش عشان أشتغل؟ اثنين. طبعا أنا موجودة عشان أعطي في هذه الحياة. كما قلت لك أنا نعمة ربي، أعطاني نعم كثير، يا ربي ولك الحمد. لازم نطلع منها ما ممكن يصير فيه عطاء للآخرين وليا، لأنه هالنعمة أنا بسقلها بعملها كذا، بسعد نفسي وبسعد الناس. بحاول. أوكي. لكن أشتغل عشان أعيش بس؟ لا، مش عشان أعيش بس. تستمتعين باللي تسوينه؟ استمتع جدا جدا. إذا ما استمتعت ما هعملها. مبين. صدقني. لا مبين. ولو أنا من النوع اللي أشتغل عشان أعيش كنت عملت بارشة حاجات المفروض أعملها ما عملتهاش، خاطر مش قناعتي ومش مزاجي ومش هستمتع فيها. لو مش هنبسط وانا قاعدة نعمل فيها وفرحانة ونحس اني انا عملت حافز بداخلي جديد، مش هعملها. لو اخذ فيها مليارات الدنيا ولا تفرق معايا، صدقني يعني بجد، يعني انا بداخلي مليارات من والله صدقني يا أنس، أقسم بالله ممكن أكون أفقر من أي مطرب أو مطربة ابتدت بهذا المجال مثلا لو حنحكي كفن يعني. ولكني شايفة نفسي بلياردارة بما أملك من قناعات، من تجارب حلوة عملتها، من ناس قابلتها في حياتي وعلى رأسهم الشيخ زايد الله يرحمه، من بورقيبة، جماهير غنيت من كل الجنسيات غنيت قدامهم، من تجارب رائعة كتجربتي مع منصور رحباني، زياد رحباني، هالكبار اللي أنا حلمت بيهم وأنا طفلة وكنت أحط الوركمان في أذني ونقعد نحلم ألحان منصور رحباني، ألحان زياد رحباني. عرفت يعني نحس روحي هذيك ال الرشاس أو هذيك الكنز اللي عندي أو هذيك الثروة الحقيقية اللي عندي. خيبة بعيد عنك. بجد والله يعني أنا واحدة قنوعة جدا، ونقول يا ربي ولك الحمد. شو شيء يمكن قررتي ولا سويتي خيبتي ظنك في نفسك؟ حتى شيء، حتى ولا حاجة، ولا شيء. وهذا مربوط باللي قلتي أنا ما أندم. لا لا لا، ما أحبش الندم. حتى لو حاجة عملتها هتعلم منها. لأن وقت اللي عملتها كنت مقتنعة، ووقت اللي عملتها كنت حبتها عادي. ما تكونش حياة لو ما يعني أنا مش عايشة في عالم أفلاطون، يعني عالم مثالي أو لا لا، أنا عايشة في up and down، حياة هكيكة. صح. ناخذها بحلوها ومرها. وانبسط. أنا نحب لما كل يوم نقوم هكا ونقول يا ربي ولك الحمد، نمشي على سويقاتي لباس، نشوف الدنيا لباس، صحتي لباس، أمي لباس، أخواتي لباس، أنا في نعمة تمام الحمد لله يا رب العالمين. يعني أبتدي أفكر أعمل إيه جديد، إيه الحاجة الجديدة ممكن نعملها تسعدني وتسعد الناس
اللي بيحبوني ويثقوا فيا يعني. فترة وقفتي لطيفة أظن 4 سنين وقفتي عن الفن؟ لا مو صحيح. شفت في مقابلة قلتي إنه وقفتي فترة عشان أظن الوضع البلاد يمكن ما كانت زينة ولا شيء كان مضايقنك وحسيتي ما تقدرين تقدمين. لا يمكن في ما حصل في 2011 يمكن ما أعرف بس ما... أنا اللي شفت اللقطة كان مكتوب 10 سنين بس يوم سمعت وأنت تتكلمين قلتي لا تقريبا 4 سنين بس ما وقفتش كومبليت مو يعني أوكي. ما وقفتش لا اللي حصل في 2011 في العالم العربي حطمنا نفسيا كل الناس انك تشوف بلادك تضيع انك تشوف بلداننا العربية أنا عايشة في مصر خفت على مصر خفت على تونس خفت على كل البلدان اللي حوالينا ليبيا سوريا كل البلدان لأني ما كنتش شايفة شنو بشي يصير من بعد كنتش عارفة كانوا جت فترة كانوا الفنانة تخاف تطلع في الشارع يعني كان في الإخوان وكان في الناس ليها عقيدة كده تشتم أي فنانة تمشي في الشارع مثلاً يعني لكن قدمت أعمال لكن على خفيف مش ألبومات يمكن وفي مرة بكيتي وانتي تغنين على المسرح أظن شو كان الموضوع بس شفت أنا نتفة كان بتحصل بس دائما يعني استوى أكثر عن مرة ولا بس مرة استوى في تاريخ صارت قديش من مرة شو أنا إنسانة دمعتي قريبة يعني دمعتي مربوطة بالشنطة برضو بالإحساس اللي داخلي دمعتي قريبة أنا ممكن في عز الفرحة الواحد يبكي يعني لكن أنا أقوى واحدة وأضعف واحدة جت على الأرض يعني أنا إنسانة قوية وفي نفس الوقت ضعيفة بكيت على المسرح مرة في قرطاج في 95 سنة 95 أنا أول في بدايتي تهجمت برشا يعني هجموني برشا 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 يعني في تونس كانوا يقولوا المهاجرة وفي مصر يقولون الوافدة فكان حاجات هكيكة يعني في البداية وفي البداية زادة هجموني برشا وانا على المسرح شفت نجاح الناس ونجاح أغنية ويعني آلاف آلاف مؤلفة قرطاج يعني آلافات يعني يغنيوا لك في أغانيك من الألف للياء كل ريبرتوارك يعني عام 95 نتفكر حفلتي كانت تقعد أربع ساعات ونص فيهم نص ساعة بريك يعني وأحلى من هكا جمهور ما فماش والناس اللي كانوا يهاجموا فيها كنت نشوف فيهم قاعدين قدامي يحضروا فيها فأنا جات عيني في عينهم بكيت وبكيت كذلك من الفرحة من حب الناس نتفكر وعندي أنا عندي حاجة أني أنا ضعيفة قدام بلادي لما تجي سيرة تونس فورا دمعتي تهبط ما عارفش عليش تونس وبابا لكن الحمد لله وبابا كان يدافع عن تونس كثير عشان تي مربوطين بعد بالضبط كثير بابا كان وكل شوية أخويا حسن حبيبي كل شوية يحكي لنا حاجة جديدة على بابا كل شوية نكتشف حاجات يعني حلو كيف مسيرتك في الحب تاريخك المغامرات في الحب وما أدري تزوجتي مرة طن ولا ما تزوجتي قريت شيء بسيطة بس شو الحب قصة الحب في حياة لطيفة أنا ما عندي مغامرات في الحب تزوجت مرة واحدة إيه تزوجت مرة وفقط يعني تجربة كانت حلوة بحلوها وبمرها يعني وبس وبعدها خلاص تزوجتش عطيت حياتي للفن خلاص وما حبيتي طبيعي الإنسان يحب طبعا الواحد يحب أكيد بس حد قفزة الزواج ما تحبينها حسب الإنسان اللي ممكن ترتبط به في إنسان يعطيك دفعة لقدام أو يفرح لنجاحك ويكون بوزيتيف إنرجي معاك في حياتك وفي إنسان لا كل ما تنجح
عرفت ستريس يزيد عنده للأسف الأغلبية هكيك. صح صح. عن جد. أنا دائما أقول إن الزواج مفروض يكون شراكة. مفروض. والشركاء مفروض يبون الشركة ولا المؤسسة تنجح. صح. فما يستوي لو أنت نجحتي أنا أزعل، مفروض لو أنت نجحتي أنت جزء من فريقي لك. نحن شركاء. بس هذا كلام. والواقع شيء. هذا تيوري. تيوري يعني. والله في قليل شفت. نظري. شفت في بعضهم عندهم العلاقة الصحية. أنا بالذات ما شفتش. لو لقيت قل لي. لا لا ما. مش سهل. مش سهل أبداً. بالذات تعلمنا العربي. لو أنت أنجح، خصوصاً لو أنت أشهر، خصوصاً لو أنت مرأة للأسف. مرأة. الرجل مش متقبل ممكنها. الأغلبية ولا نسبة كبيرة مش متقبلين إن الحرمة تكون أنجح ولا أشهر ولا الناس يمشون يمشي معاها كلهم يصورونه بس ما يصورونه هو فهو يبدأ يحس إنه أصغر ولا أقل حتى لو هو ناجح حتى لو هو ناجح حتى لو أنا هو أقول ناجح. إحساس النقص ما يكفي لو شو حتى لو هو ناجح ما نعرفش ليش فما عقليتها هكيكة هديك علاش إنه الحسيس هذه ترجعك ورا أنا ما نحبش أي إحساس يخليني أكتئب أو أنا عايزة أنبسط الحياة مش مستاهلة عايزة أفرح عشان أوصل فرحة للناس مش هجيب حد يزيد يغم علي ولو هو هكا مستحيل أنا أرتبط به يعني صح مستحيل بيعكر إيه بيعكر وأنت مش ناقصة شكلك أنت راحت بالك أهم شيء مليون مية أكيد حتى لما أتمنى حاجة لحد ولا حاجة أقول له ربي يديك الصحة والعافية والسعادة وراحة البال صح في كلمة في مصر دي مسحاب يقولوا هيلي عاملة ايه وازاي مزاجك النهاردة ففي الاول كنت استغرب نقولش معنيتها ازاي مزاجك النهاردة شو يعني حد يسألك يقول بو صديقتي مثلا الله يرحمه طبعا يقول لي عاملة ايه ازاي مزاجك النهاردة قلوا الحمد لله تمام بعد قعدت مفكر فيها بعد فهمت انه فعلا المزاج لازم يكون حلو يا طبعا 100% بالذات احنا كفنانين وانا حياتي شو كلها حسيس يعني شنطة شنطة عجبتك الشنطة عجبتني الشنطة ايه لونك المفضل كل لون عندي في حياة حاليا الألوان البيضة الأبيض لون الأبيض أموت في الأبيض والأخضر اختاري واحد واحدة الأبيض ثلاث أسباب ليش النقاء الصفاء مش متعب ما يخليكش ريفلكت يعني يعطيك ريفلكت ليك ايه. تحس روحك فيه لكن الالوان الاخرى مش تدخلك لعالم اخر اوكي حلو حيوانك المفضل حيواني المفضل السمك السمك غريب اول مره كتير. حلو ثلاث اسباب كنت بروح دائما شرم اعمل سنوركلينج عشان اشوف الوان السمك هناك من احلى الاماكن للغوص في العالم جدا مكان من اروع يعني اللي انا شفته هناك في الالوان نقعد نقول سبحان رب العالمين يعني سمكه تلقى فيها الوان عمري ما فكرت انه اللون هذا يمشي مع اللون هذا او اللون. والله العظيم اقسم بالله اسرح احط الماسك وهذا ونقعد نتفرج فيهم قل سبحان الله يعني عالم اخر السمك وبعدين السمك بوزيتيف كمان أعطيني يعني ثلاث أسباب ليش اخترتي السمك السمك عايش في ملكوته في البحر عالمه خلق تربي فيه درس فريد يعني من نوعه سبحان ربي okay. ما فيش سمك تشوفه في الماء وما تقول سبحان الله جميل. يزيد إيمانك عرفت وثالث وثالث انه هو مفيد للصحة مفيد فاللون كيف لطيفة تشوف لطيفة صفاء نقاء ومريحة قلتي ما تعكس ما تقلبك لعالم ثاني مضبوط في مزيج فأنت تشوفين نفسك بهالصفات أعتقد الحيوان المفضل انت قلتي مو بحيوان بس يلا سمك وحلو كان الجواب قلتي سمك نحن نقول قلتي انه فريد من نوعه في عالمه صح وقلتي مفيد صح فالشريك يعني ما استبعد حتى لو انت في حياتك حبيتي او بتحبين او بتتزوجين او اللي هو هل الشيء تجذبك
واحد في عالمه يعني معتمد على نفسه، مزبوط. واحد فريد من نوعه تشوفين سبحان الله هذا الريال ويكون مفيد لك في حياتك، يمكن يضيف ما يكون متعب ويعكر. ما نحبوش يفيدني بحد شيء غير بالراحة، زي هذا فايدة بس اي لكن يفيدني بحاجات انا ام فاين، يعني بتعامل مع الحياة، بعرف نقف على ساقي وهيك. لكن ايه مهم هو يكون كائن مالي مكانه، كائن محترم لنفسه والبلد وللناس، كائن مؤمن بالله طبعا اولا واخيرا، وياريت لا يشرب سجاير ولا خمر. هيعملوا لي مشكلة دلوقتي أهل الخمرة بقى. كيف؟ أنت ما تفضلين هالشي خلاص. أبداً ما أفضلها. أنا عمري حطيتها في يعني. ومن حقك. أنا السجاير هاللي مو بداشة مخي. صعبة. لا ريحتها حلوة. لا ريحة إيدك حلوة. الحمد لله واحد زيها. ما طيق السجاير. ما في شيء حلو. على الأقل الشيشة ريحتها حلوة من بعيد. أنا ما دخل. من بعيد. بس ريحتها حلوة. ممكن. تشين تفاح على ما أدري شو على نعناع. أوكي. إنما السيجار هاي كبر شو حلو فيه ويلصق في الثياب وفي الشعر هم ما يحسوا هي تعودين اللي يشربوه متعودين ايه قل انا ساعات من غير ما احس بقى نعمل هكا فهمت اللي هو بحدي بني ادمين ريحتهم سجاير يعني حس في عمرك صح لكن يلا كل واحد وكيفاش تكوينه يعني شو معنى الحب بالنسبه لك الحب الحب عطاء وإخلاص وعشان يكون حب ها باش يكون حب لازم يكون فيه إخلاص عطاء وياريت التزام يعني لأن مش كل مؤمن بالالتزام في الحب ولكن أنا أقول الحب هو التزام طبعا التزام شو يعني شو من أي ناحية إنه أنا لما أحب بني آدم ألتزم معه يعني لا أجرح مشاعره ولا مثلا أخون ولا مثلا هالحاجات يعني صح الخيانة تقدر تكون بالعلاقات بالكذب كل شيء بوايد اشياء بالإحساس مشاعر بالإحساس صح. 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 بالمشاعر بالكلام بأي حاجة مش لازم خيانة يعني عبد مع إنسان مع إنسان صح يعني. صح صح ايه الخيانة درجات أحس صح سؤال افتراضي لو تقدرين تشوفين صفة فوق رؤوس الناس وهالصفة لها مقياس يعني أي حد تشوفينه تشوفين فوق رأسهم صفة هالصفة اللي أنت اخترتيها وتشوفين كم شو الصفة اللي تختارينها الصدق الصدق هل هو صادق كإنسان قدامي ولا لا أو هل هي صادقة ولا مش صادقة دايما أدور على الصدق وفي ناس ما شاء الله عليهم عندهم إبداع في الكذب اي والله عندهم تمكن غير طبيعي في انه وبعد بس انا بتعلم منهم كثير انا بتعلم من هالناس اللي هكا علاش لانه يعطوني كاركترات جديده في الحياه يمكن نلقاها في غنوه يمكن نلقاها في الحياه تعلمني فيما بعد انه الكاركتر هذا فيما بعد وكتعلمت منه معناها هي مش صادقة معناها كذبة ذيك علاش أنا في حاجة يمكن عمري ما قلتها ما تلقاش عندي صحاب برشا ما عنديش مانيش ديك الصحوبية والدنيا ودايما في وسط الناس واجتماعية وكذا اجتماعية جدا في حالات وفي أماكن لكن أصدقائي يعني أقل حد فيهم نعرف بعد 20 سنة مثلا عرفت؟ علاش خطر خلاص هذه صاحبتي هذه الصادقة الوفية المخلصة تخاف علي هذيك عينية زيها زي أختي منيرة زي يعني ما فماش يعني أختي تصير واحدة توأم لي على طول خلاص ما عنديش برشا منهم هذوم تعدوا على اليد الواحدة وأنا معك ذكرتيني في سالفة أقل عن سنة كنت في فعالية وواحد يسلم علي كلمني بالإنجليزي قال لي يعني أنا وايد معجب ببرنامجك و... وشاف إنه عشان هم قال أنا متردد إني أي يسلم عليك أشوفك كل دقيقة تسلم يا أخي تعرف كل حد عندك وايد أصدقاء فوقفته قلت له أعرف وايد ناس بس ما عندي وايد أصدقاء صح ترى فرق مضبوط. ما أعرف فرق بعيد
بس القريبين مني مثلك صح مش كثيرين. لا 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 ولا اشوف انا شيء صحي انه يكون كثيرين اصلا. هو المفروض ما يكونوا كثار يعني. انا بشوف كذا، انا عايشه كذا طول عمري يعني من وانا صغيره، احبهم واموت فيهم، اللي نقابلهم ونشوفهم، نتقابلوا في سفر، نتقابلوا في اماكن كذا، لكن مش سهل انك انت تقول هذا صديقي او هذه صديقتي. صح. لا 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 لا, لا. والكلمه سهل. ثقيله يعني، لها وزنها، لازم ما نسترخصها. صح. حتى كلمه الحب، انا هالحركات مال الافلام الامريكيه، اوكي لاف يو باي، شو لاف يو باي؟ انا ما افهم. انا يوم اقول لك اي لاف يو مفروض انت تقولين كيف هذا الحين قال لي؟ يعني انا بتحسينه في عظامك ان هالريال يحبني، هالريال مشتاق لي. بس لو انا كل يوم اقول لك لاف يو باي لاف يو باي، كلمه رخصوها. برافو عليك والله. يعني حتى الصداقه، مو باي واحد اقول ترى انت صديقي وحبيبي، لا انت لا صديقي ولا حبيبي، انا اعرفك انت زميل. زمان كنت احب واحد، مش نقول لك شكون باي، كنت نحبه برشا باي يا اخي، واحده صديقه مشتركه لينا يعني، في التليفون قلت له اوكي لاف يو يلا باي، وانا جنبه في السياره لاف يو، طبعا خناقه يعني بعد وهي مره كبيره يعني، عرفت؟ قلت له ايش معناتها لاف يو؟ كيف هي لاف يو؟ اول ما طلعت حكيت لاف يو باي، شو لاف يو باي؟ يا خيتي مقويها كلمه لاف يو، رايق كلمه قويه برشا، كلمه وانا عامله غني عليها لاف يو دي، واخده مني وقت برشا، واخده مني مجهود ان نختار غنوه فيها لاف وفيها حب صحيح وكذا يعني، عرفت؟ ما هيش الو لاف يو باي، ما تجيش هكاك يضل يعني. انت بديتي تغني متى؟ كم عمرك يعني؟ لا خمسة. خلينا نقول متى دشيتي المجال؟ لا دشيت المجال لما رحت مصر اكيد. كم عمرك يعني؟ 18 19، اخذت الثانويه وطلعت على مصر. فعشتيها يعني، جربتيها؟ بديت. لا قصدي عايشه، عشتي تاريخ في الموسيقى الحمد لله، تجارب وخبرات كثير. هل عالم الفن وسخ؟ لا. شو كيف بتوصفين العالم؟ لا عشان لا لا. انا بقول لك شو قصدي لطيفه. وايد ناس يربطون الرياضه التمثيل والموسيقى، اي شيء في وايد فلوس وفي وايد باور ولا قوه، يقولون في وايد فساد. يا سلام، ما البزنس فيه اكثر فلوس. زين فانا سالت الحين. لا يعني بحكي لك، طب ما البزنس فيه فلوس اكثر بكثير. الفوتبول فيه فلوس اكثر بكثير. الفن عز نفسك تصيبها، مطرح ما تحط نفسك تلقى نفسك. الفن انا يعني الحمد لله يا ربي ما دخلتش في مناطق اللي يقولوا عليها فيها فساد. الفن نعمة من عند رب العالمين، تمام؟ فهالنعمة محتاجة رقي، محتاجة خيال حلو، محتاجة واقعية، محتاجة إتقان، محتاجة أنك أنت عارف تتمرمط بالفن. يعني أنا بطلع كلمات اليوم عمري ما قلت، أنا سامحوني مش نحط الكلينيكس هوني. لا لا سابا خلاص خليها هون. عارف الواحد لما يتمرمط بالفن، يتمرمط بالفن باش يبدع. أنا حبيت الفن من فنانين كبار، على رأسهم الأستاذ عبد الوهاب محمد. لو أقول لك مين عبد الوهاب محمد؟ كاتب آخر 15 أغنية لسيدة الفن العربي أم كلثوم، شاعر، أهم شاعر من أهم شعراء العالم العربي. لغاية يوم ما مات، لغاية يوم ندى السيدة حرم حبيبتي ربي يشفيها مدام خديجة، بيته إيجار. عبد الوهاب محمد اللي كاتب يعني قديش يا دارس، يمكن 70% من تاريخ الفن العربي. كل أغنية جيت تلقاها نجحت لفنان تلقاها كلمات عبد الوهاب محمد. أنا عملي لا يقل عن 15 ألبوم كلهم ناجحين، ولا ألبوم وقع. عبد الوهاب محمد، حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه، الصبر حدود، مش مسمي لك أوقاتي بتحلى ومستنياك، كله يعني عبد الوهاب محمد، تمام؟ هنقول ناس، هذا ممكن أبصم لك أنه عمره في حياته ما حتخمره في بقه،
ولا شرب حاجات اللي هم يقولوا عليها فساد وما فساد. تمام. السيدة العظيمة فاتن حمامة أول ما روحت مصر شبه احتضنتني، وأنا مازلت دوب طلعت في برنامج غنيت. أنا هذوما الناس يعلموا في حياتي، أحمد بهاء الدين، مفيد فوزي، موسيقار محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، هذولا ناس معجونين فن. زياد الرحباني، هل زياد الرحباني عنده مثلا ما نعرفش أنا مليارات، هل عنده، لكن عنده كنوز فنية أجيال العالم العربي كلها باش تتعلم منه. مدرسة مستقلة بذاتها واقفة بقوة، أعمدتها قوة غير طبيعية، فكريا موسيقيا توزيعيا أدبيا فنيا. هاي زياد الرحباني. هل منصور الرحباني الله يرحمه كان عنده كذا كذا؟ لا، هذوما ناس لا يعرفوا ما معنى الفساد. هذوما ناس مش صحيح انه المجال الفني فيه فساد كثير، لا. الفنان الحقيقي اللي بجد فنان واللي بداخله مبدع وفنان بعد السماء على الارض من الفساد. هاي قناعتي. لا وهو حلو انك شرحتي لنا يعني. ايه لانه عشان وايد سهل الناس يلبسون المجال هذا هالصورة. هم يلبسوا أي حد مشهور. يلبسوا أي حد مشهور. بعدين أنا أقول في كل المجالات فما ناس تغلط، لكن الفن الفن لازم حد يكون واعي له، مش مغيب. صح. خالص ما هوش فن. لطيفة تخاف من شو؟ خاف من ربي سبحانه. وبعد؟ بعد ربي نخاف على شو، لكن مش من شو. نخاف من شيء. أنا خاف كان من ربي أكهو اللي يجي أنا راضي به، لكن نخاف على أهلي، نخاف على بلادي، على وطني العربي كله، نخاف من المستقبل اللي قاعد يصير منش فاهمين له. أفضل لحظة في حياتك؟ لحظة؟ أفضل لحظة؟ موقف لحظة؟ لما نقعد نغني لأمي. الله يحفظها. إيه والله الله يحفظها. ليه الحين تغني لها؟ على طول. لا والله. أنا وياها نغنيه طبعاً. ميلا. حتى في التليفون ساعات نقعد نغني أنا وياها. هذا يذكرني في قصتك عن طفولتك، تقول موسيقى، تقولي دائماً كان في موسيقى في البيت. على طول. على طول كل أسبوع أصحابي كنا عاملين نادي مكونينه أنا وأصحابي، اللي يعزف كمانجة واللي يعزف عود واللي يعزف رق، وأختي تقف تقول شعر مثلا، وأخويا يمثل كان، وأنا نغني وأخويا يغني زيدا. أمي تقولنا لا ما تمشيوش لدار حد، خلي أصحابكم يجيوا البيت. فالكنا عندنا في البيت نقعدوا. شاطرة. لا في حكمة في هالنقطة ترى. أمي إيه؟ إنها تقدر تسيطر على أولادها وتشوف وينهم. وهي تستمتع معانا كمان يعني. وتشوف أولادها وين إيه؟ يخوف ترى لو أولادك كل يوم برا. شوف زمان أنا نحكي لك حتى توا لازم نفروض هكيكة. وياريت يعلمهم أصول فننا وحضارتنا وقيمنا ودنيتنا، مش لازم كله إنترنت وكله عالم افتراضي. لازم يبدأ فما عادة هكا مرة في الأسبوع إن شاء الله تلم العيلة وتقعد الناس كل تغني، الناس كل واحد يطلع موهبة. احنا لغاية الآن نعملوا هكا، حتى أولاد أخواتي يعني نعملوا هكا. ذكرتيني أخوي الصغير من طرف أمي، ما أذكر شو كان، من كم أسبوع كان في عزيمة، مو بعزيمة يعني يمعة. يمعة أهل، فشفت ان قلناها باكر عند الوالده، قال هي يعني وين بعد شي سوى زين حابين ان احنا الاخوان. طالعته قلت له احمد ربك، هذه الايام اللي بتتذكرها بالضبط. الحين عشانك ياهل شاب مستهتر، بس قلت تعرف كم ناس يتمنون طبعا ان عندهم هاللمه وما عندهم لمه، ما عندهم حظن ابدا، ما صح. عندهم نحن صح. انت قلتي شوف في بدايه المقابله قلت لي انا كنت محظوظه من اهلي. أيوة. ترى هذا حظ صح، الله عطاك عائله صح. زينه صح مضبوط صح.
الناس ما عندهم لطيفة، بس مرات الواحد ما يدرك لأ ليه ما يجرب شيء ثاني ولا يشوف. الحياة بتعلم والناس بتنصدم بعدين. الواحد لازم يفرح عنده بيت. يا ما ناس قديش شايفين احنا ملايين شردة في كل بقعة، في فرنسا، في منعرفش وين، كلهم طلعوا من بلادهم ساكن وفي الغابات قاعدين حاطين خيمة قاعدين ساكنين. طيب انت مش لازم تحمد ربك انه عندك بيت، عندك أهلك، عندك أمك تسأل عليك، بدها تجمعك، عندك حد يسأل عليك. مضبوط. هذا شو تعرفين، سمعت قصة وايد حسست فيها، يا ريت أتذكر منه قال لي القصة. قال لي عرف شخص كان في السجن، هالشخص كان محبوس في الحبس اللي انت روحك solitary confinement اللي هو أسوأ عقاب، يعني ما حد يسوي شيء غلط يحطون شيء لحالك. يقول ترى هذا عقاب، عقاب ترى الإنسان ما يحب يكون بروحه، لازم يكون مع ناس، نحن طبيعتنا كبشر. تخيلي لطيفة، هالشخص المسجون تعرفين وين يحطون الأكل؟ يقول كان يطلع وجهه، لطف يا ربي، بس عشان الحارس يشوفه إن أنا موجود، أنا هني. لطف يا ربي. شوفي الوحدة شو تسوي، لا إن بس أحتاجك صعب. تشوف إنك تدرك إن أنا إنسان، أنا موجود. يا حرام. وأنت تقولين لطفة لا يورينا. ونحن شوفي شعر. لطفة. ونحن نقول إن بسم الله الرحمن الرحيم إن حد ما يسأل عليك. صعبة. أنت لو تختفين اليوم ست ساعات إن شاء الله، على الأقل أقدر أقول بدون ما أعرفك زين، على الأقل ثلاثة أشخاص بيقولون لطيفة وين؟ وينك؟ هاي نعمة. هاي نعمة طبعًا. الله يخلي لي اخواتي. في ناس الشهر يختفون ما حد يسأل. ما صح ولا حد داري. سنين في ناس حرام. ايه وناس كبار في السن هني بعد اللي يعور. هاي الكارثة بقى، هاي المصيبة. لا اولاد يسألون ولا حد يسأل. هالشيء اللي ما احب عند الاجانب. يميمتي هذه تخوف، مرعبة هاي القصة، مرعبة. لا ولا حتى في علمنا العربي فيه. بس اقل نحن عنا وايد متربين بشكل كبير ان لازم ندير بالنا على اهلنا يوم يكبرون. الاجانب أيه؟ عمره 18 سلم ان شاء الله يكمل زين، لو يشوف اهله مره في السنه. الله، انا كنت عايش في امريكا فشفت وايد من هالشيء، يعني ما عندهم هالحميميه بين نحن عندنا شوي بزياده بعد مرات ساعات بس مطلوبه برضو، خليها احسن من انها ما تكونش أحسن. عرفت. صح. أسوأ لحظه في حياتك؟ أسوأ لحظة في حياتي، نرجع نقول لك يوم توفى أبويا. من أسوأ اللحظات اللي في حياتي يعني. كانت سيئة جدا، كانت صعبة لأنه خلتني بقيت بني أدم تانية بعد ما مات بابا. كبرت فجأة، عرفت ولا يعني كبرت فجأة، يعني كنت طفلة نلعب انت شنو هيك يعني. سؤال، انت مريتي وحسيتي بهالشيء، لو في بنت صغيره في هالعمر وطاحت في موقف قريب، شو نصيحتك لمثلا ام ولا اخت يمكن هالشيء يساعد شخص يمر في صدمه؟ ترى موت الفجأة من أسوأ اللي شاف الحياه، مرعبه، عشان اخر شيء تتوقعين لو حد كبير ومريض شوي تحضري نفسك. هاوي نتحضر اي شويه، بس اللي انت مريتي فيه مو بسهل. اي وما احس طولتي في هال لغاية ما كبرت، لغاية ما كبرت بعدها بكم. أنت كيف تأقلمتي وهل أصلاً تأقلمتي؟ وشو لو ولا زلت أبكي. لازلت تأقلمت وخلاص اقتنعت إنه هو راح، يعني من كثر ما أنا كنت كمان يعني لازقة أبوي. شو بنصحها يعني لو حد كده صغير؟ لازم من الأول لازم التكوين يكون فيه حكاية الموت، لأنه إحنا بنترعب من قصة الموت. لازم نعود أطفالنا منهم صغار إنه إنه الموت حق علينا كلنا، إنه ترى أي حد ممكن يموت في أي لحظة. ما لا إحنا وإحنا صغار كنا يعني كاتاستروف إنه فلان مات وعياط ودنيا وكذا. والقرآن ما يسمعوا القرآن كأنك موت واحد. أنا كتير ما أحب هاي القصة، يعني لازم القرآن يتسمع ديما. يعني أنا الحمد لله البيئة اللي أنا تربيت فيها، يوم الجمعة ده لازم القرآن يقعد يقرأ طول بعد الظهر.
مع البخور ومع الدنيا ومع يعني من الحاجات اللي يمكن أنا نحبها ونحب نعملها، أني أنا صار لي سنين ما عرفش أنام إلا والقرآن شغال. يعني ما يعرفوها غير أخواتي طبعاً أختي. لما سافر كل فندق لازم أدور على قناة القرآن، يا قناة مكة السعودية، يا قناة كذا، يا في التلفزيون يا في الراديو اللي فيه، لو ما فيش على الموبايل على طول إذاعة القرآن الكريم حافظتهم حتى المذيعين. لا يعني فنقول أنا أنه أي حد لازم يكون هذا الشيء، أنه إحنا هذيك الدنيا، يعني لازم الواحد يكون مهيئ للحياة ولما بعد الحياة. شو شيء تتمنين حد كان يقدر يمكن يقدم لك ولا يسوي لك كان بيهون عليك وقتها؟ ولا شيء كان ممكن يهون علي. لا وقتها كان صعب. لكن إخواني يعني الله لا يحرمني منهم. أخويا مختار كان صيدلي، يعني يقرأ صيدلة في الجامعة. أمي كأمي تعبت لأنه إحنا كنا ثمانية ما شاء الله، يعني خمسة شباب وثلاث بنات. صحيح كان عنا شوية أملاك كذا مش عارفة إيه، ولكن أمي تعبت أكيد. أخويا وقف معنا وقفة هون علي كتير، أخويا مختار وإخواتي، أختي منيرة، أمي. أمي حضن أمي ليا هو اللي قويتني بيه. وبعدين شوية شوية بديت نغني، بدأوا الناس يشوفوني، نسافر أنا وأخويا لطفي مثلا نغني على المسرح. بديت شوية لطيفة هكا الناس تحبها في تونس. بديت نعطي فرحة في الدار، عرفت، في البيت. كل شوية يشوفوني في التلفزيون يفرحوا وأنا صغيرة يعني. وبس، وبعدها جيت نقلة مصر حاجة أخرى طبعا الحمد لله. البابا ما لحق على كثير من مشوارك ولا تقريبا كله اصلا؟ مزبوط. تحسينه يكون فخور فيك؟ هو اللي لحق عليا وانا طفله. كورال الاطفال كنت بغني وانا طفله في برامج الاطفال، فعشان كده دايما احتضني ودايما يخليني اغني وانا في حضنه. يعني اتوقع كان ممكن يفرح بيا، اتوقع يعني. اكيد انه فرحان بيا اكيد. ما نعرف، يمكن اعتقد يا قناعتي كبيره. الوالدة اسمها فاطمة؟ فاطمة الله يحفظها. فاطمتي. رسالة لأمك لو شافت المقابلة، يمكن شيء ما قلتي لها ولا ما قلتي لها كفاية يمكن بعد. يمكن قد ما نقوله شوية، هي عارفة أنا قديش نحبها، قديش نموت عليها، قديش هي روحي وعمري من داخلي. إذا تعلمت حاجة صحيحة في هذه الحياة فهي أمي. بكيني مرة أخرى أنت. أمي قد ما نقول لها شوية، إذا أنا أعوذ بالله من كلمتين، إذا نجحت في حياتي وأعتقد أن أنا نجحت في حياتي الحمد لله، غاسة قال يعني هي السبب، هي السبب. نجحت في دراستي، نجحت في روحتي لمصر وعملت كاريير حلوة وهي معايا على طول. يا ربي ولك الحمد. نجحت في انتمائي لبلادي تونس، بلادي، وهي امرأة تونسية حرة وامرأة عظيمة. أمي قولها نموت عليك، أحبك. الله يحفظها. يا رب. الوالد ما عرفت أقول اسمه علي علي، هي ما قلت زي عز الدين علي. هذا اسم علي تونسي. علي بفتح اللام، علي عز الدين علي، زي عز الدين علي. بابا علي العرفاوي، علي عمي علي في كلمة بابا. نقول له يستغربوا مني برشا من بلادي من تونس، يقولوا انت تتبرع وتعمل وندر شنو، ما نعمل شيء، انا ما عملت حتى شيء لبلادي، نقطة في بحر، حتى نقطة في بحر ما عملتهاش. لكن اذا انا تولدت هكيكة فلأني بنت عليا العرفاوي.
بنت أبويا، لأنه بابا انتمائه لتونس كان كبير برشا 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 برشا. كنا نعتقد أنه ربى فينا هذا الشيء. بس لو تلخصين أبوك في كلمة واحدة، شو الكلمة؟ بطل. بطل. ايه. جميل. بابا بطل طبعا. بطل محترم جدا. جميل. وقلت إخوانك طلعوا مثل الحمد لله. الحمد لله. خالتي فاطمة في كلمة. أمي. ما تجيش في كلمة أمي. أمي صعيب في كلمة. أمي هي أنا من أحلى الحاجات اللي نحمد ربي عليها ديما، غير برشا نعمة عطاهم لي هي صوتي، لأني أنا ساعات أغني وانبسط وقول الحمد لله أن ربي عطيني هالنعمة. شوف قديش أنا بداخلي هذا الصوت، هي أمي، أمي هي صوتي. من أجمل الأجوبة اللي سمعتها. أمي هي صوتي، بس أنا بحس هكا لما نقعد على البيانو هكا وتمرن وكذا نحمد ربي نقول يا ربي ولك الحمد، حلوة ربي عطيني نعمة، مبسوطة، وحافظ على الثلاثة أكتافات اللي عندي حتى ما ينزل منهم نوتة، عرفت؟ ما تنزل منهم ولا نوتة، موجود. فنحس إن أنا محتضنة العالم كله لما كنا، فهالكنز اللي بداخلي هي أمي. قولك علاش؟ أمري. علاش؟ قولك علاش؟ خاطر أمي قوية جدا، طيبة جدا، صادقة جدا، مخلصة جدا، متسامحة جدا، فيها كل هذه الصفات. محظوظة فيها. أنا محظوظة بها جدا. وهي محظوظة فيك. الحمد لله. أنا أشوف دائما هدية الأم أولاد زينين. الحمد لله. الأولاد قصدي البنات وأولاد. ما حسب ما هي ما تزرع تلقى. فهي هي زرعت. صح. يا. سؤال افتراضي. ناخذ قلب لطيفة. ونحط قلبك قدامك، شو يقول للطيفة؟ هو شو يقول ولا أنا شو نقول؟ هو شو يقول لك؟ هو شو يقول لي؟ تعبتيني معاك. ليش؟ أعتقد كده يعني. إيه. لو الرد افتراضي مش يقول لي تعبتيني معك. هو يعرف وأنا عارف، هو عارف وأنا عارفة. تعبتي في شو؟ في الشغل، في الحب، في ال. في كل شيء. في كل شيء. ما قصرتي. إيه لا ما قصرتش معاه، هاي مسكين والله مسكين قلبي يعني. لو في هذا في الدنيا. أو قال لي هو قال لي من فترة صغيرة قال لي يزيني من القهوة، وقفت قهوة أنا وكافيين. يس. خاطر قلبي تعب يعني شوية، قال لي اهدى شوية يزي من الكافيين. فهذا يعني رد هيك مش افتراضي، لكن افتراضي مش يقول لي تعبتيني معاك أكيد. آخر لطيفة في كلمة. واحدة من الناس، واحدة من الناس، سعيدة، راضية. انت وايد كلمات اعطيتيني الحين لطيفة. قنوعة. نبغى كلمة واحدة. كلمة واحدة. لخصي الإنسان اللي قدامي في كلمة. ما نعرفش نحكي على روحي. عادي. حياة. حياة. لازم نشوف فيلم وثائقي عن نجعيان. لازم. سمون. شكرا. ميرسي ليك. ثانك يو. ثانك يو. شكرا. ميرسي ليك. كيف كان؟ قلبي يوجعني والله. بس اللي حلو كير. اللي كير. حلو ان قلبك حي. الحمد لله. ما شاء الله حي، مو بقصدي بس فعليا حي يعيش. انت قلتي انا انس ما اسوي شاف حياتي لو ما استمتع، ان شاء الله شو صح. الفلوس. ايه صح. انت واحدة جدا وفية صح. لقلبك ولحبك للدنيا، انت تحبين الحياة. والقناعتي. فعشان تي الانسان اللي يحبه، عموما الفنانين احاسيسهم اكثر عن الانسان العادي. يشعرون مم. وايد، يكتئبون وايد. صح. فانت تحسين وهذا جميل، عشان تي ليه حين تتذكرين ابوك؟ ليه حين تتذكرين؟ امك تكلميني انا معاك.
احس عشان ياس تصورين لي المشاعر والحب. It's beautiful but it's painful بعد. It's painful يعني sometimes مش دائما ويتعب. تمام بس نقول لك حاجه هو متعه هذه الحياه في هذا التعب. صبا لو ما عندكش هالاحساس وما عندكش هالتعب هذا شو حلاوتها الدنيا؟ صح صح. شو فيها طعم حلو تراه؟ قول لي انت يعني أصح. الدنيا شنو فيها حلو غير شويه احاسيس حلوه صادقه جدا. اذا مش صادقه ما تعملهاش لو ندرش يصير. شويه حياه حلوه، مزيكا حلوه، اهل حلوين، دنيا كعب. شو فيها الدنيا اخرى؟ اعطيني حاجه اخرى حلوه في الدنيا ترى. يعني انا قلت لي شنو نغني وغني حاجه لامك. امي في اول البوم انا عملته وانا ودوريس كان البوم اكثر من روحي بحبك. باهي هالالبوم انا بعت سيارتي ودوريس بعت سيارتها وعملنا هالالبوم ونجح هالالبوم وفي كذا غنوه وامي تحب اكثر من روحي جدا هالغنوه وكان وجه حلو علي. هالالبوم كان ياسر خير علي. بعده نجح الالبوم عملنا استوديو وعملنا الشركه وبقى في حاجه اسمها لطيفه من هاي الالبوم طبعا مع الثنائي الرائع الاستاذ عبد الله محمد اللي قلت لك عليه بدري والعبقري عمار الشريعي. فغني لك شويه ليك والامي لانها تحب هالغنوه. أكثر من روحي بحبك بحقيقي بحبك أكثر وشعوري بحبك أكبر من إنه بشيء يتقدر ولا كل لغات الدنيا تقدر عن حب تعبر. كل لغات الدنيا تقدر عن حب تعبر وغنايا بكلمة أحبك أكتر من روحي بحبك. بالنسبة لدرجة حبك رمز صغير مش أكتر 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 من روحي بحبك أكتر 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 من روحي بحبك. وتصور حب الشاعر للمعنى حب الرسام للمنظر حب الشاعر للمعنى حب الرسام للمنظر حب الكروان للمغنى بالليل وليف مستنظر. تصور حب الإنسان لوجوده لو حس بعمره بيقصر حب الشبان لأملها حب الأطفال للسكر حب الإنسان لوجوده لو حس بعمره بيقصر حب الشبان لأملها حب الأطفال للسكر. تصور كل ده كله تلاقيني أحبك أكتر 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 من روحي بحبك أكتر 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 من روحي بحبك. تيارارارا تيارارا يارارارارا يارارارارا تيارارارا يارارارارا يارارارارا تيارارارا تيارارارا يارارارارا. ها ها ها.